إلى ذلك، وفي محافظة أبين سيطرت القوات الجنوبية على معسكر السري بخبر المراكشة بعد اشتباكات عنيفة مع العناصر الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان. وتأتي تلك العمليات العسكرية في أبين استمرارا لعملية سهام الشرق التي أطلقتها القوات المسلحة الجنوبية لتطهير المحافظات من براثن التنظيمات الإرهابية. وقالت مصادر عسكرية إن القوات الجنوبية ستحكم الطباق على العناصر الهاربة باتجاه جبال موجان من أبين، وكذا العناصر الإرهابية الفارة من مديريات الصعيد بشبوة بعد بدء العملية العسكرية الواسعة سهام الجنوب.